هل اجتماع النهارده ممكن ينزع هذا فتيل الازمه؟ ممكن تقديم القضاء لمشروع يمثلهم في مؤتمر العداله اللي هو هيعقد ده ممكن يعني ينزع فتيل الازمه في رايك؟ يا سيدتي الفاضله، هناك قانون قتل بحثا في اروقه القضاء المصري، تبناه فيما سبق مجلس القضاء الاعلى والنادي ثم المستشار احمد مكي يعني شخصيا، وهناك مشروعين تم التوافق فيما بينهم، وهناك مشروع معد. اللي عايز اللي يمشي عدل يجيب المشروع اللي عملوه القضاء ويقدمه كحكومه، كدوله، كرئيس دوله. مش هو مش عايز يسحب قانون، هو مش عايز يسحب القانون. طيب يتقدم بالقانون المشروع الاخر ويبقى الاثنين مطروحين على هذا المجلس التشريعي، لكن لا، احنا بنكسب وقت واحنا بنعمل حلول تساوي في النهايه اننا نضيع وقت القضاء. هيقعدوا بقى يرتبوا من المؤتمر وهم بيختطفوا في مجلس تشريعي مؤقت ومطعون على شرعيته الدستوريه. طيب. هذه عبثيه الحقيقه بالدوله المصريه، وان الاوان ان نكون قادرين على اننا نكشفها ونتكلم فيها بوضوح. طب مستشار علاء، افرض ان القانون تبناه الرئيس فعلا قانون قدموه القضاء ومتوافق عليه وقدموه قدام قانون حزب الوسط، لكن المجلس التشريعي قرر وهذا قراره والأغلبية طبعا للحرية والعدالة انه لا احنا هناخد بخفض السن 60 وهنعدل من هنا لهنا لهنا، لكن في النهايه مشروع لا يرضى عنه القضاء، هتعملوا ايه؟ هو بس حضرتك مبدئيا بس قبل يعني في نقطه، حضرتك سالتي مع المستشار على شباب القضاء والشيوخ القضاء. انا من هنا بقول لحضرتك ان احنا كشباب للقضاء، مع احترامي الكامل وتقديري وتوقيري لجميع شيوخ القضاء، اي حد فيهم قدامه 6 شهور، قدامه سنه، قدامه سنتين، قدامه 3 سنين، قدامه 4 سنين، أنا قدامي 35 سنة. في شباب قدامهم 40 سنة. من حقهم هم اللي يتكلموا عن استقلال السلطة القضائية. من حقهم صوتهم يتسمع ويوصل ويتحط ويصاغ في قانون، لأن هم أدرى الناس بالمستقبل وهم أولى الناس بالحفاظ عليه. ده بالنسبة لشيوخ القضاء. هل ممكن فكرة المصلحة، وأنا هنا يعني بطرح حاجة، هل ممكن فكرة المصلحة يعني مصلحة الشباب إنه السن إن كل الكبار يتشال وبالتالي هو بيكبر، مرتبه بيكبر، امتيازاته بتكتر في الآن وما يقدرش مش لازم يستنى بقى مليون سنة، هل ممكن فكرة المصلحة تشق صف القضاء؟ عمره. وبدليل على ذلك إن القضاء وقفوا قبل كده في النظام السابق ضد مد السن. كان في البعض والكثيرين ضد مد السن لانه كان بيهدف الى خدمه اشخاص بعينهم. والنهارده برضه بيقفوا ضد تخفيض السن لانه بيقف برضه او بيصاغ ضد اشخاص بعينهم. فاحنا ضد هذا التفرقه، مش شخصنه الامور، الامور لا تؤخذ بهذا الموضوع. فلذلك انا بقول لحضرتك ان شباب القضاء واعي جدا، شباب القضاء هو اللي بيناضل النهارده عشان استقلال القضاء. انا عايز اقول لحضرتك ان استقلال القضاء، ودي نقطة مهمة جدا غايبة عن العلم، أن النهاردة بيغيب عمدا متعمدا دور نادي القضاء. ليه نادي القضاء ما دعيش لهذا الاجتماع في رأيك مع الدكتور؟ والله أنا هقول لحضرتك حاجة، لأن نادي القضاء النهاردة في 2013 المفروض على حسب قول فصيل معين المفروض أن هو للرحلات ونادي اجتماعي. على الرغم من ان انا يعني انا عايز اخد بس مع حضرتك جزئيه بسيطه جدا، عايزين نتعامل بمبدا اللي هو ان احنا نحط مبدا المساواه، لا نكيل بمكياليه. طيب نادي القضاء مش هو ده نادي القضاء اللي كان في 2005 و2006 اللي الاخوان اعتصموا امام نادي القضاء لمساندته ضد النظام السابق واعتقل الرئيس محمد مرسي في هذه الواقعه لانه كان واقف بره نادي القضاء بيساند نادي القضاء في الفتره دي، كان له دور والان بقى دوره الرحلات. نادي القضاء هو هو، القضاء هم. أنا عايز أقول إن في 2005 و2006 الجامعات العمومية اللي كانت بتحصل وكانت بتحتشد هي القضاء اللي هو إحنا اللي كنا قاعدين في الصفوف تحت. نعم. هي نفس القضاء وهم طيب. هم نفس نادي القضاء، ولكن تغيرت الأماكن فتغير دور نادي القضاء على حسب أهوائهم الشخصية. طب اسمحوا لي أخرج فاصل وبعد الفاصل أتكلم على الاستقواء بالخارج. دكتور مرسي النهارده أيضا أبدأ يعني استياءه كما قالت الأخبار، أبدأ استياءه من فكرة تدويل القضية، فكرة الرجوع للمؤسسات الدولية. هل من حق قضاة مصر إذا ما تعثرت قضيتهم في الداخل وإذا ما قدروش أن هم يوصلوا لحل مع السلطة التنفيذية أن يلجأوا لمؤسسات دولية، هل ده استقواء بالخارج أم أنه ضمن وثائق وضمن معاهدات دولية وقعت عليها مصر؟ فاصل ونرجع.